مساكم الله بالخير والرضا والسعادة. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إيش رأيكم؟ هذه بسبوسة بالحليب المحموس. عادة تخصصي بسبوسة، جميع أنواع البسبوسة بالحياة. نجي يا طويلين العمر والسلامة للمقادير: 3 بيضات، كاسين سميد، نص كاس سكر، علبة قشطة، كاس حليب محموس، شوية ملعقة صغيرة تقريبا كاكاو، بودرة الكاكاو، ملعقة صغيرة نسكافيه، ملعقتين صغيرات بيكنج باودر. أول حاجة نحمص الحليب بالفرن لحد ما يتشقر، وبعدين أحط 3 بيضات في المحضرة، محضرة الطعام. طبعا كلها هي سهلة، وصفة سهلة، كل المقادير تحطينها مع بعض في محضرة الطعام. سبحان الله، لاحظ شيء في جميع الحلويات، أي شيء حلويات فيها كيك أو بسبوسة أحسن شيء تصلحينها مبكر، تخلينها شوي، يعني إذا كنتي متي مستعجلة صلحيها وخليها، أفضل حتى باللي جيت تقطعينها ما تتقطع معك. والكيك وكل أنواع اللي يصير فيها خليط، يعني كيك ما تكون يعني باردة أو رطبة. يلا، بعد ما حطيت الأشياء تقريبا كل المقادير مع بعض، هذه حطيها الحين الحليب. في بعد عندي نقطة مهمة: النجاح البسبوسة. إذا بغيتي البسبوسة تكون ناجحة، أضيفي عليها تقريبا 2 ملاعق دقيق أبيض. الحين حطيت السميد، وبعدين أحط نسكافيه، البودرة، الكاكاو، طبعا بودرة مرة، أنا عاد ما عندي اليوم لبن، لكن أنا بالعادة أحط شوية لبن أو زبادي، لكن ما توفر عندي وحطيت حليب، حليب المراعي هذا العادي، أو إذا ما كان عندك حليب المراعي حطي حليب مجفف. هذا الدقيق الحين نظفته، بس حطيت عليه حليب، بعدين أخلطه. جهزنا صينيتنا وفتحنا الفرن عشان يكون حار، لازم يعني قبل ما تبدين تشتغلين بأي حلا أو حتى مالح لازم يكون الفرن حار لنجاح أي طبخة تسوينه. بس ضفنا الخليط، الحين نحطه في الفرن. هذا شكله بعد ما طلعت من الفرن، شايفين كيف مرة جميلة وناجحة. عاد حسب رغبتكم، تبغون تضيفون، انا افضل الحليب المركز، تبغون تحطين شيره حطي شيره، ما في مشكله. تبين تزينينها مثلا بشي فوق، فليك، جلاكسي، لوز، كله يعني على حسب الرغبه. هذه الصينيه الصغيره برسلها لجارتي. اصلا هذه صينيتها عندي من رمضان. يلا كني شطحت من الموضوع. المهم هذه بسبوستنا اللذيذة صارت جاهزة، فبخليها شوي لحد ما تبرد تماما وبعدين أقطعها. أحيانا أخفف الحليب المركز أنا بشوية موية، لكن في بعض الأنواع يجيك لين مرة، يعني ما بعضها لا يكون ثقيل حليب المركز هذا المحلل، فلازم أخفف المويه، وبعض الأنواع لا تجي لا لينة. شايفين كيف سهل تقطيعها بعد ما بردت؟ هذا أنا فاشلة بالتقطيع، ما أعرف أقطع متواصل. أشوف في بعض الحين طلعت زي الصياني كذا اللي تجي معها مقطع جاهز،
بس ما شريتها والله. بس كذا أكون وصلت معكم لنهاية الوصفة. كل من جرب الوصفة يدعي لي. وبالعافية عليكم. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة ودعموني، لا تنسون اللايكات والمشاركات الحلوة زيكم. أشوفكم في فيديوهات قادمة، وإلى اللقاء.